صعوبة في مغالطة الحارس أحمد حملات اللي ما تصديش في الكرة الأخيرة. 2-0 إذا أمامنا اللاعب السربي لفريق العربي القطري إيفان ميلاس، لاعب عنده طول قامة يحبذ التسديد من مسافات بعيدة من 9 أمتار وأعطى حلول في المقابلات الفارطة. ترجع الكرة من جديد لفريق الاتحاد شباب ورجل الجزائري، مباراة أخيرة لحفظ ماء الوجه يعني وتشريف كرة اليد الجزائرية، باعتبار أنه الفريق هذا غادر وانسحب من الدور الأول باعتباره يحتل مؤخرة المجموعة الثانية. اتحاد شباب ورجل الجزائري برصيد 0 من النقاط، انهزم في مباراته الاولى مع الترجي الرياضي التونسي 23-21، كذلك هزيمه في ثاني مبارياتهم امام الكويت الكويتي فرق عريض 28-19، وهزيمه امام سبورتينغ المكنين 27-24. هاو يجي هدف تذليل الفارق واول هدف لفريق اتحاد شباب ورجل الجزائري، كانت تسديده على ثبات من المنسق رقم 8 سفيان بن يمين، يعود الهجوم بسرعه، لعب الدائرة يطلب الكرة وينجح في إضافة الهدف الثالث، كان بمفرده على مستوى 6 أمتار غياب المراقبة والمحاصرة الدفاعية، عمل عملية ديبار يعني الانطلاقة مركز الجناح وكمل العملية بمفرده بكرة أرضية حتى في الشباك 3-1. أكيد خبرة كبيرة للعربي القطري اللي سبق له التتويج بكأس السوبر في النسخة الفارطة أمام نادي ساقيت الزيت في نفس هذه القاعة، أكيد بخبرة عديد اللاعبين على غرار التونسي صبحي سعيد تجربة كبيرة مع النجم الساحلي والشباب النصر الإماراتي والوكرة والسد القطري، كذلك اللاعب ذو الأصول التونسية والقطري اللاعب السابق لجمعية الحمامات وفريق قطر القطري حسام رمان وهاني كيخي وصبحي سعيد، نذكروا أنه أسبق لهم التتويج باللقب هذا في النسخة الفارطة مع فريق الغرافة القطري اللي أشرف عليه المدرب التونسي منير الجلي. هذه إصابة يتعرض لها حارس فريق العربي القطري علي قربة اللي يقوم سلامات بعد تدخل الإطار الطبي، ربما إصابة على مستوى الوجه بعد تصدي للكرة الأخيرة اللي كانت عفوية باش تستأنف الكرة بهجوم لفريق الغرافة أو عفوا فريق العربي القطري ضد اتحاد شباب ورجل الجزائر. الكرة لفريق الجزائري كالعادة في التنسيق رقم 12 خير الدين رماش يحاول باش يلعب مع لعب ماهر بن عبد الله حامل قميص رقم 2، الكرة الأخيرة شو يقول الثنائي التحكيم، يقول 9 أمتار من جديد لصالح فريق اتحاد شباب ورجل الجزائري. أمامنا على الصورة محمد الفوراتي لاعب مكرم المهدية، ترجع الكرة من جديد لصالح فريق اتحاد شباب ورجل الجزائري، يخسر الكرة على 6 أمتار بسرعة، نفس السيناريو عكس الهجمة والهدف المرة هذه عن طريق حامل قميص رقم 55 مصطفى الكراد اللي يتمكن من ترفيع الفارق مع 3 في مباراة أكيد تبين واختلاف الغايات كما قلنا في هذه المباراة. فريق العربي القطري من أجل إنهاء الدور الأول في المركز الثالث وتفادي مواجهة نادي ساقيت الزيت في مباراة الدور الربع النهائي، في حين فريق اتحاد شباب ورجل الجزائري بدون مركبات باعتبار أنه انسحب من الدور الأول آخر مباراة ليه، ربما باش يظهر أداء ممتاز. مرة أخرى المرة هذه هاني كيخي وجه لوجه مع الحارس أحمد حملات ويتمكن من إضافة الهدف الخامس، بداية ممتازة لفريق العربي القطري اللي يحاول ربما يحسم المباراة منذ بدايتها ويدخل كما يجب أن يكون في المباراة، يأخذ الفارق أكيد يسهل المباراة وأطوارها خاصة في الشوط الثاني. هذا كان هاني كيخي اللاعب اليسيري عنده مهارات كبيرة بالمناسبة كما قلنا كان توج بالنسخة الفارطة مع فريق الغرافة في نفس هذه القاعة هو واللاعب التونسي صبحي سعيد. تعود الكرة من جديد لفريق اتحاد شباب ورجل الجزائري، كرة عن طريق رقم 12 خير الدين رماشي، وصل كرة لاعب الديرة ثنائي التحكيم الكويتي عبد الرحمن الملا وأحمد المطاوع، يقول مشي بالكرة ويرجع الامتلاك والهجوم لفريق العربي القطري، وصل كرة لاعب الجناح
مصطفى الكرادي خير التريث والعودة لهاني كيخي لاعب الديرة رقم 14 باسل الرئيس. إمكانيات فنية وبدنية كبيرة خليته يكون تقريبا لاعب قوي جدا على مستوى الدائرة والستة أمتار. أعطى برشا حلول في المقابلات الفارتة لفريق العربي القطري كالعادة. إيفان ميلاس كساعد على الجهة اليمنى وهاني كيخي يخسر الكرة الأخيرة تعود بهجوم معاكس وعكس الهجمة بسرعة لفريق الاتحاد شباب ورقلة، لكن التسديدة بدون تركيز ربما ترجم المصاعب الكبيرة. هذه كرة الأخيرة من حامل القميص رقم 11 عبد الجواد الخليوي اللي كانت كورته خارج المرمى. تقريبا نسبة نجاح ضعيفة برشا لفريق اتحاد شباب ورقلة الجزيري. 7 و8 دقائق منذ بداية المباراة تمكن من تسجيل هدف وحيد في المقابل فريق العربي القطري هو اللي ماسك بزمام الأمور إلى حد الآن. إيفان ميلاس يوصل كرة إلى هاني كيخي من 9 أمتار يضرب بدوره كرة خارج المرمى. تسديدة من 9 أمتار لهاني كيخي في العملية الأخيرة كورته خارج المرمى بسرعة عكس الهجمة لفريق اتحاد شباب ورقلة. يتصدى الحارس علي قربة في مرة أولى ويبقى الامتلاك لفريق اتحاد ورقلة الجزائري. التريث وعودة المنسق رقم 12 خير الدين رماش على مستوى التنسيق العمليات الهجومية ويمشي اللاعب إسلام خليل لمركز الساعد على الجهة اليمنى رغم الانتدابات اللي قام بها والتعزيز الرصيد ببعض اللاعبين للمشاركة في البطولة العربية هذه، لأنه اتحاد شباب ورقلة الجزائري مظهرش بوجه ممتاز ربما اللي كان ينتظروا منه أحبائه. والتنبيه باللعب السلبي لكن قطع الكرة من جديد مشاكل كبيرة وجه لوجه. حامل قميص رقم 55 مصطفى كراد بدون مشاكل يضيف الهدف السادس لفريق العربي القطري وبدأ يرتفع الفارق في اللحظات هذه. أكيد العربي القطري كما قلنا يسعى لحسم ورقة المباراة منذ البداية في المقابل. هذا يخلي المدرب الجزائري سليم ونيس ياخذ أول وقت مستقطع. كما قلنا مشاكل هجومية كبيرة لفريق الاتحاد شباب ورقلة الجزائري أمام العربي القطري متأخر 6-1 في بداية المباراة. أكيد بداية صعبة ضد فريق محترم وضد فريق مازال منافس جدي على الدورة. منذ قليل كما قلنا نهاية المباراة الفارتة اللي دارت هنا في نفس القاعة وانتهت بانتصار السالمية الكويتي على حساب الخليج السعودي 22-21، مما يعطينا الترتيب النهائي بالنسبة للمجموعة الأولى اللي تصدرها فريق المنظم نادي سقيط الزيت بالعلامة الكاملة 3-3 6 نقاط لنادي سقيط الزيت. ثم السالمية الكويتي 4 نقاط في المركز الثاني. المركز الثالث موجود فيه شبيبة سكيكدا الجزائري بنقطتين والمرتبة الرابعة للخليج السعودي بصفر من النقاط باعتبار أنه قاد للهزيمة في 3 المباريات. الغموض مازال في المجموعة الثانية باعتبار أنه حتى في اللحظة هذه لحساب نفس المجموعة قاعدة دور المباراة الثانية في قاعة الشيحية. ممثل كرة اليد التونسية سبورتينغ المكنين في مواجهة لفريق محترم جدا فريق الكويت الكويتي اللي انتصر على الترجي الرياضي التونسي في الجولة الفارتة. يعني كان ألحق بالترجي أول هزيمة فريق الكويت الكويتي بنتيجة 26-22 وصراع من أجل المركز الأول بين فريق الترجي والكويت الكويتي. في المقابل فريق سبورتينغ المكنين يسعى لإنهاء الدور الأول في المرتبة الثالثة لتفادي كما قلنا نادي سقيط الزيت في مباراة الدور ربع النهائي. ترجع الكرة بامتلاك هجومي لفريق اتحاد شباب ورقلة الجزائري دفاع قوي ومنظم خاصة على منطقة الستة أمتار بقيادة اللاعب باسل الرئيس لاعب الديرة واللي يكون هو لاعب المحور في الدفاع يعني في السكتور سنترال في الدفاع بالنسبة لفريق العربي القطري. ثنائي التحكيم الكويتي يقول إعادة تنفيذ رمي 9 أمتار نذكر بهم عبد الرحمن الملا وأحمد المطوع. الثنائي الكويتي هذا اللاعب رقم 14 اللي كنت نحكي عليه باسل الرئيس كما تشاهدوا إمكانيات بدنية كبيرة لهذا اللاعب على مستوى الدفاع. مرة أخرى يتألق الحارس عاري قربة يرجع فريقه في وضعية هجومية بسرعة عكس الهجمة. هاني كيخي يطلب التريث ويرجع الكرة لحامل القميص رقم 11 مراد عبد مراد.
وخروج اللاعب رقم 17 في الوضعية الهجومية معتصم محمد ودخول اللاعب فواز المعضادي في تنسيق العمليات الهجومية. فنيات كبيرة، ننتظر كذلك ربما ظهور صبحي سعيد باعتبار أنه المنسق الأول لهذا الفريق. إمكانيات كبيرة للاعب التونسي صبحي سعيد وكذلك لاعب جمعية الحمامات حسام رمان وتجربة سابقة مع فريق قطر القطري. هذا فتح الزاوية والهدف عن طريق اللاعب مصطفى الكراد الجناح الأيسر. كما قلنا عملية فنية رفع الكرة، هاي الإعادة أمامنا ما يقص صعوبة في مغالطة الحارس. ومازالت متواصلة في الحقيقة المشاكل الهجومية الفريق اتحاد شباب ورجل الجزائري إلى حد الآن هدف وحيد في 10 دقائق، وهذا الهدف رقم 8 لفريق العربي القطري، 8-1. هاني كيخي يكمل العملية على 6 أمتار، إغالة الحارس أحمد حملات. قاعد نشاهد في مدرب اتحاد شباب ورجل الجزائري ربما ما لقاش الحلول خاصة على المستوى الهجومي، يعني نسبة نجاح ضعيفة وضعيفة جدا. هدف تيلة 10 دقائق في هذه المباراة. على كل حال المباراة قاعدة تسير في اتجاه واحد، يعني هذا تصدي من جديد علي قربة حارس العربي القطري كالعادة تسريع الهجمة. إيفان ميلاس يوصل الكرة إلى اللاعب معتصم محمد، يخير التريث من جديد، يخرج لاعب الجناح من مركزه لاعب 55 نصف الكرات في انتظار التغييرات بسرعة عكس الهجمة، لكن الكرة عن طريق اللاعب إيفان ميلاس. من جديد يرجع فواز معضادي في تنسيق العملية الهجومية لفريق العربي القطري. إيفان كيساعد على الجهة اليمنى وهاني كيخي على الجهة اليسرى والمنسق فواز معضادي. تعود الكرة، يحاول باش يسرع على الهجمة، عملية تقاطع، يخرج هاني كيخي من مركز الجناح ماشي بالكرة يقول الحكم، لكن قبل هذا 9 أمتار باعتبار انه الحكم يعني ما وصلش العملية، ويؤمر هاني كيخي يعني بالإسراع في تنفيذ رمية 9 أمتار مع التنبيه باللعبة السلبية. وقاعدين نشاهدوا في اليد مرفوعة بالنسبة لثنائي التحكيم عبد الرحمن الملا وأحمد المطاوع، أكيد باش تكون تسديدة قوية من إيفان ميلاس طويلة لقامة. اللعبة السربي بالفعل يسدد ويضرب ممتاز، ينجح بكل سهولة. كما قلنا اختلاف موازين القوى في هذه المباراة كلها تشير في مصلحة فريق العربي القطري. تصدي مرة أخرى من الحارس علي قربة اللي تقريبا نسبة نجاح عالية على مستوى التصديات. يوصل كرة إلى باسل الرئيس لاعب الديرة، أولى أهداف هذا اللاعب على مستوى مركز الديرة. حامل القميص رقم 14، تمريرة حاسمة ممتازة، لاعب الديرة بدون رقابة ما يلقى صعوبة في مغالطة الحارس أحمد حملات. وعشرة مقابل واحد، يعني مباراة كما قلنا تسير في اتجاه واحد، صعوبات هجومية كبيرة على مستوى الهجوم لاتحاد شباب ورجل الجزائري رغم الوقت المستقطع اللي خذاه مدربه سليم ونيس. كذلك على مستوى الدفاع، يعني فريق العربي القطري هاي تسديدة أخرى خارج المرمى. كما قلت على مستوى الدفاع موش لقي صعوبات فريق العربي القطري يخترق، وهذا قطع الهجمة من حامل قميص رقم 3 عبد الغني عنابي، ينجح المرة هذه في إضافة الهدف الثاني. يعني انتظرنا الكثير باش نشوف الهدف الثاني لفريق اتحاد شباب ورجل الجزائري، تقريبا 9 و10 دقائق باش سجل الهدف الثاني. هذا امامكم عبد الغني عنابي حامل قميص رقم 3 يضيف الهدف الثاني مع 8 لفريق العربي القطري. نعاود نرحب بكل ما التحق بنا الان في المشاهدة. فعاليات البطولة العربية، بطولة الأمير فهد بن فيصل في نسختها 34 للأندية أبطال الدوري هنا في قاعة رائد البجاوي بصفاقس بالتوفيق لممثلي كرة اليد التونسية. هذه كرة من جديد ينجح المرة هذه كذلك، يعني يلقى في الحلول مصطفى الكراد على مستوى الجناح، نسبة نجاح عالية تقريبا الجهة اليسرى لفريق الاتحاد شباب ورجل الجزائري، يعني بعملية التسلسل وكذلك سرعة كبيرة في التمرير تخلي لاعب الجناح يكون محرر من المراقبة والمحاصرة، يفتح الزاوية ويتمكن من إضافة الهدف رقم 11 مقابل 2. اتحاد ورقلة في وضعية هجومية، تعود الكرة من جديد للاعب إسلام خليل اللي نزل في التشكيلة الأساسية. هذه سوء تعامل مع الوضعية الهجومية، قطع الكرة علي قربة يسرع على الهجمة في اتجاه لاعب الجناح، يفتح الزاوية وينجح مراد عبد المراد، ينجح في إضافة الهدف رقم 12
مع 10 مع 10 اهداف كامله لفريق العربي القطري. خليني نحط السادة المشاهدين في الإطار ونذكر بالترتيب الوقتي إلى حد الآن في المجموعة الثانية اللي متصدرها الترجي الرياضي التونسي بستة نقاط، الكويت الكويتي أربع نقاط، المرتبة الثالثة نلقاو سبورتينغ المكنين، والعربي القطري اللي يلعب في اللحظة هذه ضد اتحاد شباب ورقلة الجزائري براسي ثلاثة نقاط، والمرتبة السادسة نلقاو فيها اتحاد ورقلة الجزائري بصفر من النقاط. بالنسبة للمقابلة اللي تلعب في اللحظات هذه كما قلنا مباراة سبورتينغ المكنين مع الكويت الكويتي في قاعة الشيحية واللي انطلقت في نفس توقيت مباراة هذه الستة متاع العشية. بالتوفيق لسبورتينغ المكنين رغم انه ضمن مقعد في الدورة الربع النهائي مع الترجي ونادي ساقيت الزيت اكيد، لكن يسعى لتفادي مواجهة نادي ساقيت الزيت باعتبار اذا كان سبورتينغ المكنين هو صاحب المرتبة الرابعة باش يواجه متصدر المجموعة الاولى اللي هو نادي ساقيت الزيت، في المقابل ربما فريق العربي القطري نفس الشيء باعتبار انه العربي وسبورتينغ المكنين في نفس المرتبه، يعني يحتلوا المرتبه الثالثه برصيد ثلاث نقاط اكيد مع فارق الاهداف المقبوله والمدفوعه في صوره التساوي في النقاط. ترجع الكره من جديد يوصلها لعب الديره، كره خارج المرمى لكن رميت سبع امتار رغم تسديده لاعب الديره عزيز بوهليل كما قلنا اللاعب تم انتدابه من فريق شباب البراقي الجزائري رغم عدم نجاحه في الكرة الأخيرة لأنه تحصل على رمية سبع أمتار يمشي لتنفيذها، حامل قميص رقم ثلاثة وتغيير على مستوى حراسة المرمى، يخرج الحارس علي قربة يدخل الحارس الثاني رقم 23 حسين بزكري هو اللي باش يتصدى لضربة رمية سبع أمتار. اللاعب رقم ثلاثة عبد الغني عنابي وكرة خارج المرمى. على كل حال الكرة الأخيرة ما توفقش فيها لاعب اتحاد شباب ورقلة الجزائري وعودة الحارس الأول علي قربة يعود الهجوم لفريق العربي القطري. كما قلنا ربما مباراة رتيبة ما فيهاش مستوى كبير باعتبار اختلاف موازين القوى السيطرة بالطول وبالعرض على مستوى الأداء ومستوى النتيجة. هذا ترجم النتيجة الحاصلة على أرضية القاعة إلى حد الآن 12 مقابل 2. ممتازة تمريرة وممتازة الهدف من لاعب الديرة كالعادة رقم 14 باسل الرئيس لعب الديرة بدون رقابة وبدون محاصر. شوف التمريرة ممتازة على 6 أمتار ينجح في مغالطة الحارس أحمد حملات ويضيف الهدف رقم 13 مع 11 لفريق العربي القطري على حساب اتحاد شباب ورقلة الجزائري. نرجع بهجوم من جديد لفريق الاتحاد وكرة ينجح في مغالطة الحارس علي قربة يضيف الهدف رقم 3 ثلاثة أهداف فقط طيلة 17 دقيقة، يعني نسبة نجاح ضعيفة وضعيفة جدا ترجم المشاكل الهجومية وكذلك المشاكل الدفاعية اللي خلت فريق اتحاد شباب ورقلة الجزائري متأخر إلى حد الآن 13 مقابل 3 يعني فارق 10 أهداف. أكيد هذا في مصلحة العربي القطري اللي يسعى للخروج بنقاط المباراة بأخف الأضرار على مستوى البدني وكذلك على مستوى الرصيد البشري. ممتاز العمل الهجومي لكن كرة يتصدى لها الحارس أحمد حملات كرة الجناح رقم 11 عبد مراد وايل إجابة من حارس علي قربة بدوره يرجع كرة ويخلي فريقه في الهجوم. إيفان ميلاس يوصل كرة للاعب رقم 55 مصطفى الكرادي يخسر الكرة في الهجوم ويرجع اتحاد شباب رجل الجزائري في الهجوم. ممتازة تمريرة لاعب الديرة والهدف رقم 4 من لاعب الديرة اللي كان بدون رقابة ممتاز يعني كان موه بالتسديد المنسق رقم 9 خليل إسلامي يوصلها للاعب رقم 11 يبدو لي أو 13 عقبة ينسعد لاعب الديرة يتمكن من تذليل الفارق يرجع إلى 9 فريق اتحاد شباب ورقلة الجزائري أمام فريق العربي القطري. كما قلنا اليوم هو اليوم الختامي من الدورة الأول لبطولة العربية للأندية في نسختها 34 بعد ما تعرفنا على الفرق المتأهلة
الى الدوره الربع النهائي. اكيد باش تختلف الوضعيات في الدوره القادم باعتبار انه مواجهات اقصائيه باش تكون يعني بنظام الكاس. الفريق اللي ينهزم في الادوار القادمه هو باش يغادر البطوله. ممتازه تمريره وممتازه تصدي من حارس فريق العربي القطري علي قربه، لكن في المتابعه يتمكن من امضاء الهدف رقم 5. حسن أداء فريق الجزائري في اللحظة الأخيرة رقم 19 وصاحب الهدف إبراهيم خنقاوي، رغم كرة اللي تصدي لها عقبة ينسعد، كرة عقبة ينسعد تصدي لها الحارس علي قربة، لكن في المتابعة إبراهيم خنقاوي يضيف الهدف الخامس لفريقه 13 مقابل 5 في توقيت 20 دقيقة لعب. 10 دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول. ممتاز التصدي، احمد حملات يرجع الكره لكن سوء تركيز يخلي المتابعه تبقى الكره لفريق اتحاد شباب ورجل الجزيري. في التنسيق سفيان بن يمين لعب الديره ممتاز، قاعد يلقى في الحلول في اللحظات الاخيره اتحاد شباب ورجل الجزيري. نفس اللاعب لعب الديره عقبه ينسعد يتمكن من تسجيل هدف السادس. شوف تمريره ممتازه على مستوى 6 امتار طلب الكره ونسبه نجاح 67% للاعب هذا اللي سجل زوز اهداف على التوالي. يتقلص الفارق في اللحظات هذه 13 مقابل 6. تعود الكره لفريق العربي القطري في التنسيق كالعاده. فواز المعضادي حامل قميص رقم 10 يلعب مع هاني كيخي اللاعب السوري، عندي امكانيه عنده امكانيات كبيره هذا اللاعب، لاعب يسير يشوف تمريره ممتازه لعب الديره لكن متاخر والدفاع قوي من فريق اتحاد شباب ورجل الجزائري. دخول حامل قميص رقم 20 غانم العلي كما قلنا نتيجه والاسبقيه المريحه لفريق العربي القطري. هذا ايفان يضرب الكره لكن تصدي من جدار البشري يخلي الهجوم يرجع من جديد لاتحاد شباب ورجل الجزائري. يكمل عملية السقوط والتسعة أمتار يتحصل عليهم اللاعب سفيان بن يمين المنسق الجزائري في تشكيلة اتحاد شباب ورجل الجزائري. كما قلت ربما تقدم وأسبقية لفريق العربي القطري تخلي مدربه الجزائري عمر العازب يشرك بعض اللاعبين على غرار حامل قميص رقم 20 لاعب الدائرة الثانية غانم العلي لنزل في دقيقة الفارطة تقريبا. يعود الهجوم كالعادة اللاعب سفيان بن يمين إلى اللاعب رقم 9 خليل إسلام. خليل إسلام مازال مستحفظ على الكرة ربما باش يكون التنبيه باللعب السلبي. بن يمين يضرب على ثبات ممتاز ياخذ المسؤولية على عاتقه من 9 أمتار إغالة الحارس علي قربة. كان في وضعية مناسبة يعني مباشرة فكر في التسديد كما قلنا تقلص الفارق. هاي الإعادة متاع الهدف الأخير على ثبات يختار الزاوية الأولى تقلص الفارق 13 مقابل 7 يخلي المدرب الجزائري لفريق العربي القطري عمر عازب ياخذ وقت مستقطع ويوجه نصائحه رغم انه شفنا عديد العناصر الاساسيه لفريق العربي القطري اللي شاركت في المباريات الفارطه وكانت يعني ممتازه على مستوى الاداء وساهمت في الانتصارات الفارطه باعتبار انه العربي القطري كان انهزم في مباراته الاولى امام الترجي 34-26 ثم تعادل مع سبورتينغ المكنين في مباراه مشوقه 25 مقابل 25 وانتصار على حساب الكويت الكويتي في اللحظات الاخيره 23-22. قلت عديد الانتدابات وتطعيم الرصيد البشري ببعض العناصر للمشاركه في هذه البطوله. لعب النجم الساحلي صبحي سعيد والشباب والنصر الاماراتي والوكره والسد القطري، لعب جمعيه الحمامات التونسي القطري يعني صاحب الجنسية القطرية حسام رمان اللي ينشط مع فريق قطر القطري، واللاعب السوري هاني كيخي في لاعب سابق مع النصر الإماراتي الجيش القطري وكان توج بالنسخة الفارطة كما قلنا اللي كان توج بها المدرب التونسي منير الجليتي مع فريق الغرافة القطري. نعود بامتلاك هجومي لفريق العربي القطري. يعود المنسق رقم 10 فواز المعضادي في التنسيق، إيفان ميلاس كساعد على اليمين، هاني كيخي كساعد على اليسار، وحامل قميص رقم 20 غانم علي هو لاعب الدائرة. عملية تقاطع يخرج لاعب الدائرة من مركزه، هاني كيخي يبحث على التسرب والدخول في الدفاع لكن كرة تصطدم في ساق لاعب اتحاد شباب ورجل الجزائري مع
بالفعل بالفعل كما قلنا تعمد صد الكرة بالساق سفيان بنيامين، ثنائي التحكيم متفطن يوجه له دقيقتين، ثنائي التحكيم عبد الرحمن الملا واحمد المطاوع كما قلنا يعني حب يرجع الكرة بالساق وقطع الهجمة على فريق القطري، لكن ثنائي التحكيم متفطن يوجه له اقصاء واستبعاد بدقيقتين. هذا قطع الكرة رغم التفوق العددي، يقطع الكرة ويرجع للهجوم فريق اتحاد ورقلة الجزائري مرة اخرى. الحارس باراد ممتاز من علي قربة، تقريبا رجل الشوط الأول قاعد يقدم في مقابلة ممتازة، نسبة نجاح عالية في التصديات، حارس العربي القطري ويرجع كرة وجه لوجه، كان في حوار ثنائي مع عبد الغني عنابي اللاعب الجزائري رغم الوضعية المناسبة، إلا أنه التفوق والاستحقاق للحارس علي قربة. يعود فريق اتحاد ورقلة الجزائري في وضعية هجومية منقوص من اللاعب، هذاك علاش مدربه يخرج الحارس أحمد حملات ويدخل لاعب سادس ويكون هكا 6-6، لكن في قطع الكرة أكيد المرمى باش يكون شاغر، يمشي اللاعب رقم 12 يسدد كرة علي قربة، يتصدى الكرة خير الدين رماش يرجع الكرة من جديد، عودة الحارس يعني التغيير بسرعة، يعود فريق العربي القطري في الهجوم. هاني كيخي ينجح، ينجح اللاعب السوري حامل قميص رقم 90 يكمل العملية بعد تمريرة ممتازة من زميله فوز المعضادي على مستوى 6 أمتار رغم المراقبة من اللاعب أحمد زيديني في العملية الأخيرة، نسبة نجاح ممتازة 75% للاعب هذا، لاعب سوري ينشط في الدوري القطري. على كل حال إمكانيات فنية كبيرة على ذمة المدرب الجزائري عمر عازب مدرب العربي القطري، يخليه ربما يمني النفس بالذهاب إلى أبعد ما يكون من أدوار متقدمة في هذه البطولة. عملية تقاطع توصل كرة إلى لاعب الجناح يسدد كرة خارج المرمى، اللاعب رقم 11 عبد الجواد خيلاوي، وإيقاف التوقيت باعتبار أن الكرة في المدارج، طلب الكرة الثانية في اللحظات هذه في مباراة كما قلنا كان يباع حصة تدريبية. على كل حال باعتبار اختلاف موازين القوى يعني وغياب الرهان تقريبا باستثناء فريق العربي القطري اللي يحاول يخرج بانتصار بأقصى عدد ممكن من الأهداف باش يخليه ربما كصاحب مركز ثالث في المجموعة الثانية، في المقابل كما قلنا فريق اتحاد شباب ورقلة الجزائري يسعى لتحقيق أداء ونتيجة مشرفة باعتبار أنه غادر المسابقة من الدور الأول. إيفان ميلاس يضرب بينجح من 9 أمتار، اللاعب السربي إمكانيات كبيرة طول قامة يحبذ التسديد من مساحات بعيدة خاصة إذا تبدأ عنده الفرصة والدفاع يكون قصير القامة على غرار التسديد اللي نجح فيها والهدف الأخير اللي سجله بسرعة، قطع الكرة والوضعية الهجومية لفريق العربي القطري لكن ما ينجحش اللاعب غانم العلي والتصدي من الحارس أحمد حملات اللي رجع كرة لعب الديرة. هذا الهدف الأخير لإيفان ميلاس وقوة كبيرة على مستوى التسديد، حط كرة في زاوية صعيبة على الحارس أحمد حملات، 15-7 دخول اللاعب رقم 7 في فريق اتحاد ورقلة الجزائري مسعود العجيلات كلاعب جناح على الجهة اليمنى، لاعب يسيري لفريق اتحاد شباب ورقلة الجزائري، دور الكرة مليح التقاطعات توصل الكرة للاعب رقم 14 أحمد زياني من جديد إلى اللاعب سفيان بنيامينة، مسعود يحاول يبحث على الجناح لكن الزاوية مغلقة، تنبيه باللعب السلبي، ثنائي التحكيم يرفع اليد نتاعه أكيد باش يسدد مباشرة على المرمى، آخر التمريرات اللعب السلبي تسديدة خارج المرمى بسرعة عكس الهجمة لفريق العربي القطري. إيفان ميلاس يساعد الكرة في اتجاه فوز المعضادي إلى اللاعب رقم 19 إسماعيل محمد، يدخل في التشكيلة الأساسية بدوره لاعب الجناح الأيمن لاعب يسيري لفريق العربي القطري. كما قلنا النتيجة والفارق يخلي حتى المدرب فريق العربي القطري عمر عازب يقوم بإدخال بعض العناصر الاحتياطية ويعني يدور الرصيد البشري ويشارك جميع اللاعبين. هذه رمية 7 أمتار يتحصل عليها اللاعب فوز المعضادي في العملية الأخيرة، دفاع في المنطقة هاي الإعادة أمامنا، يعمل الفان تكمل العملية رغم التصدي من الحارس حملات أحمد نفس اللاعب، وهاني كيخي في تنفيذ رمية 7 أمتار كرة ذكية بكل ذكاء، حط كرة أرضية يعني تعمل روبون تصعب على الحارس 16-7
مستوى يعني أقل من المتوسط في هذه المباراة كما قلنا، باعتبار تباين موازين القوى ومباراة يعني في طريق واحد لفريق العربي القطري، خاصة بعد الأسبقية اللي خذاها مع بداية المقابلة. بقينا تقريبا نشاهدوا في فريق اتحاد شباب ورجل الجزائري سجل زوز أهداف فقط طوال 12 دقيقة من زمن الشوط الأول. يستأنف اللعب في اللحظات هذه برمية 9 أمتار لفريق اتحاد شباب ورجل الجزائري كالعادة في التنسيق. سفيان بنيامينة يلعب مع الـ14 اللاعب أحمد زيادي من جديد، قطع الكرة، مشاكل كبيرة وصعوبات كبيرة على مستوى الهجوم يلقى فيها فريق الاتحاد شباب ورجل الجزائري بسرعة عكس الهجمة، والهدف اللاعب رقم 19 إسماعيل محمد يعني على تمريرة واحدة وزوز تمريرات يلقى نفسه وجه لوجه مع الحارس بسهولة يسجل هدف رقم 17. يعني ما يزيش فريق الجزائري قاعد يضيع الكرة بسرعة في الهجوم، زيد العودة الدفاعية تكون بطيئة، هذا ما يخلي الفريق العربي القطري يسرع في الهجمة الفاست بريك، الهجمة المعاكسة. ممتاز الفانت والمرور لكن الحكم يكتفي بالتسعة أمتار رغم مطالبة اللاعب سفيان بنيامينة برمية السبعة أمتار باعتبار دفاع في المنطقة. اجتهاد ثنائي التحكيم الكويتي عبد الرحمن الملا وأحمد المطوع يقول رمية التسعة أمتار يتوصل الهجوم، فتح الزاوية من الجناح يختار القائم الأول وينجح اللاعب الجزائري في مغالطة الحارس علي قربة. الحلول تأتي من الأجنحة على غرار هدف اللاعب عبد الغني عنابي أمامكم على الصورة اللي نجح في العملية الأخيرة. 17 مقابل 8 مع 9 تعود الكرة من جديد لصالح الفريق القطري في التنسيق كالعادة اللاعب فواز المعضادي دخول بقوة عكس الهجمة بسرعة لكن شو كيفاش الكرة يخسرها بسرعة فريق الاتحاد شباب ورجل الجزائر ويقبل فيها هدف. يعني مش معقول، ربما غاب عليها التركيز في هذا الشوط الأول. من جديد اللاعب رقم 7 يفتح الزاوية ونهاية الشوط الأول في اللحظة هذه فارق 10 أهداف كاملة. هذا صورة الهدف الأخير اللي سجله لاعب الدير غانم العلي. إذا نهاية الشوط الأول من مباراة العربي القطري واتحاد شباب ورجل الجزائري اليوم الختامي من البطولة العربية للأندية مع 10 نتيجة 18 مقابل 8 للعربي القطري على حساب اتحاد شباب ورجل الجزائري. نذكر بنتيجة المباراة الأولى سليمية الكويتي كان حسم انتصار على حساب الخليج السعودي. كذلك غانم العلي على كل حال يحاول يتعامل بذكاء، وقاعد نشاهد في حسام رومان يقوم بالحركات الأحمائية ربما باش يكون حاضر في هذا الشوط الثاني. اللاعب السابق لجمعية الحمامات وقطر القطري اللي انضم على سبيل الإعارة لهذه الدورة. على كل حال ربما ننتظر على الأقل تحسن الأداء في هذا الشوط الثاني باعتبار أنه الشوط الأول مرتقاش المستوى كبير وكانت فيها السيطرة قطرية وحسمها الفريق العربي القطري بعشرة أهداف فارق 18 مقابل 8. ثنائي التحكيم عبد الرحمن الملا وأحمد المطاوع الثنائي الكويتي اللي زفروا المباراة هذه في قاعة الرائد البجيوي بصفاقس. على كل حال إن شاء الله نتحصلوا على الأقل على نتيجة المباراة الثانية للدور في قاعة الشيحية في نفس التوقيت بين الكويت الكويتي وسبورتينغ المكنين. أو نعطيكم الوضعية إلى حد الآن بالنسبة للترتيب الحالي في المجموعة الثانية اللي يتصدرها مؤقتا الترجي بستة نقاط، المرتبة الثانية الكويت الكويتي 4 نقاط، وانطلاقة الشوط الثاني بأولى الهجومات قلت صاحب المرتبة الثانية الكويت الكويتي ثم زوز فرق موجودة في المركز الثالث سبورتينغ المكنين والعربي القطري بثلاث نقاط، والمرتبة السادسة الاتحاد ورقلة الجزائري. تعود الكرة من جديد هاني كيخي كالعادة اليساري حامل قميص رقم 90 وصل الكرة للاعب رقم 17 معتصم محمد اللي لعب الديرة يفتح الزاوية لعب الجناح لكن يخير التريث التنبيه باللعب السلبي من جديد لعب الجناح يفتح الزاوية كرة خارج المرمى
محاولة اللاعب القطري الأخيرة كانت خارج المرمى وبعيدة على الحارس أحمد حملات اللي رجع الكرة بهجوم جديد لفريق الاتحاد شباب ورجل الجزيري. أولى الهجومات في هذا الشوط الثاني، يبقى محافظ على المنسق سفيان بن يمينة، الجناح حامل قميص رقم 7 مسعود العجيلات، 14 كساعد أحمد زيداني اللي عنده الكرة، عملية التقاطع يمشي بن يمينة إلى سفيان عجليني، 9 أمتار من جديد بإشارة من ثنائي التحكيم الكويتي، رمية 9 أمتار، دفاع قوي لفريق العربي القطري، توصل كرة للاعب خير الدين رماش، كورته خارج المرمى. كما قلنا ما زالت متواصلة الغياب النشاعة الهجومية، وأمامكم حسام رمان حامل قميص رقم 29 يدخل في الوضعية الدفاعية ويغادر التشكيلة على مستوى الهجوم ويرجع المنسق فواز المعضادي. هاني كيخي ما زال محافظ على مكانه كساعد على الجهة اليمنى لاعب يسيري رغم يعني قصر قامته، لكنه عنده فنيات كبيرة. هذا هاني كيخي ما توصلوش الكرة، يخسرها الفريق القطري وترجع الهجمة المعاكسة الفاست بريك، قطع الكرة من جديد، الكرة ما خرجتش، مازال الامتلاك لصالح فريق الجزيري. التصدي مرة هذه مرة أخرى من علي قربة، كما قلنا حارس عنده إمكانيات كبيرة، طول قامة يخليه يعني قراءة سليمة للزوايا متاع التسديد، يخليه يعني يكون حاضر باستمرار في المباراة. توكل أمامكم علي قربة حارس عنده خبرة كبيرة، على كل حال قاعد يقدم في الإضافة على مستوى حراسة المرمى. نعرف قيمة حراس كرة اليد في هذه الرياضة، تشوف يعني تقريبا حارس عمل 10 تصديات. مرة أخرى كرة خارج الميدان، تواصل العقم الهجومي وغياب النجاعة الهجومية على الفريق الجزيري. هاني كيخي يوصل كرة للعب الديرة، والهدف من اللاعب غانم العلي لعب الديرة اللي نزل في الشوط الثاني أو أمامنا بدون مشاكل، باعتبار أنه كان غير محاصر في الكرة الأخيرة، يتمكن من تسجيل الهدف رقم 19 مقابل 8. نعود نرحب بكل ما التحق بنا الآن. الإطار هو اليوم الأخير من الدورة الأول للبطولة العربية للأندية هنا في قاعة الرائد البجاوي، مباراة لحساب المجموعة الثانية بين اتحاد شباب ورجل الجزائري اللي انسحب من الدورة الأول، وفريق العربي القطري اللي يتقاسم المركز الثالث مع سبورتينج المكنين. هذا إقصاء بدقيقتين ضد اللاعب هاني كيخي اللي كان يبيه ما رضاش قرار الحكم الأخير، استبعاد بدقيقتين باش يبقى منقوص عدديا من لاعب الفريق القطري بعد استبعاد اللاعب هاني كيخي. 9 أمتار من جديد، 3 دقائق و20 ثانية في هذا الشوط الثاني، دائما أسبقية الفريق القطري هنا 6-5. يلزم يتعامل بكل ذكاء الفريق الجزائري مع النقص العددي لفريق العربي القطري، لكن هو العكس اللي يصير، دخول بقوة في العملية الأخيرة، يخسر على إثره الفريق الجزائري الكرة. رغم هذا فإنه الحارس علي قربة كان تصدى الكرة الأخيرة ويرجع الكرة لحسام رمان في التنسيق، حامل القميص رقم 29 اللاعب السابق لجمعية الحمامات، يدخل في اللحظة هذه في الهجوم لفريق العربي القطري. توصل كرة للاعب معتصم محمد، حسام رمان على 9 أمتار ينتظر المعاذة، منقوص عدديا من لاعب معتصم محمد، خبرة كبيرة، الرمان بكل ذكاء يضرب الكرة روبون ويسجل هدف رقم 20 مع 12 هدف فارق كاملين لفريق القطري. ممتاز مرة أخرى، يأكد يعني مستوى الكبير الحارس علي قربة بتصدي آخر رغم الوضعية المناسبة للعب الديرة. هذا هدف حسام رمان، يعني بسرعة بعد الهدف هذا يخسر مرة أخرى الفريق الجزائري الكرة في الهجوم، كأني بالفارق قاعد يرتفع في اللحظة هذه لأول مرة، يوصل مع 12 هدف كاملين، 20-8 للعربي القطري على حساب اتحاد شباب ورجل الجزيري. حسام رمان على ثبات ينجح مرة أخرى، نفس اللاعب حسام رمان أو أمامنا يسجل هدف رقم 21، التمريرة من اللاعب معتصم محمد والتسديد مرة أخرى، دخول بقوة، يعني مشاكل كبيرة وسوء تعامل مع الوضعية الهجومية للفريق
جزائري يخليه يخسر عديد الهجمات ويخلي الفريق القطري في وضعية هجومية، يعني منقوص عددين من اللاعب بعد استبعاد هاني كيخي زوز دقائق وقصاء بدقيقتين. يعني كنا ننتظر فريق الاتحاد شباب ورقلة الجزائري هو اللي باش يستغل العامل هذا، العكس هو اللي صار، ضيع زوز هجمات على التوالي استغلهم فريق العربي القطري رغم النقص العددي. يعني خبرة كبيرة في صفوف اللاعبين خليه يتعامل بكل ذكاء مع مجريات المباراة، وهذه الجزئيات اللي تخلق الفارق في رياض كرة اليد. ومرة أخرى حب يستعرض بالمعصم هاني كيخي لكن كورتو خارج المرمى، يعود يعني تسرع كبير من الفريق الجزائري مرة أخرى، لكن المرة هذه تسع أمتار، تسع أمتار لفريق اتحاد ورقلة الجزائري تحصل عليها اللاعب إسلام خليل رغم التعزيزات كما قلنا في الرصيد البشري على سبيل الإعارة، محمد الفوراتي من مكارم المهدية، عزيز بوهليل من شباب البراق الجزائري، كذلك ماهر بن عبد الله لاعب جندوبة الرياضية، لكن الفريق هذا يغادر الدورة منذ الدور الأول، يعني انسحاب مبكر للفريق الجزائري. في المقابل أكيد فريق العربي القطري خبرة كبيرة تخليه يجري الدور الأول وبقية الأدوار القادمة بكل ذكاء حتى على مستوى الرصيد البشري. التنبيه باللعب السلبي، تسديدة مباغتة ينجح المرة هذه سفيان بنيامين حامل قميص رقم 8 في تسجيل الهدف الأخير، أو أمامنا الإعادة على ثبات، يختار الزاوية المعاكسة للحارس علي قربة ويقلص الفارق رغم أنه الفارق مازال يعني كبير برشا. سفيان بنيامين هذا اللاعب رقم 3 على الصورة، ترجع الكرة بهجوم من جديد، عودة هاني كيخي يكتمل نصابه الفريق القطري في اللحظات هذه بعودة اللعب السوري هاني كيخي كالعادة عملية تقاطع، يخرج لعب الدائرة من مركزه غانم العلي، هاني كيخي من جديد للمنسق معتصم محمد، رمي 9 أمتار رغم قطع الكرة الأخيرة، يبقى الامتلاك الهجومي لفريق العربي القطري. هذا المنسق معتصم محمد يكمل العملية، حكم يقول ما فهم حتى شيء، يرجع الهجوم من جديد لفريق اتحاد شباب ورقلة الجزائري. شوف التسرع يعني بسرعة يحب يكمل الهجوم، على كل حال فرق بين السرعة والتسرع نفس الطريقة تقريبا، خسر عدد كبير من الهجمات الفريق الجزائري. ودخول لاعب رقم 12 في تشكيلة اتحاد شباب ورقلة الجزائري خير الدين رماش كساعد على الجهة اليمنى، وكالعادة في التنسيق العملية الهجومية اللاعب سفيان بنيامين كم العملية للجناح مسعود العجيلات، يحاول باش يقطع الكرة لكن يوصلها للجناح مسعود مرة أخرى، علي قربة يتصدى الكرة لاعب الجناح رقم 7 مسعود العجيلات، مستوى كبير للحارس علي قربة خاصة وخذ ثقة في نفسه بالتصديات، هذه تمريرة ممتازة من حسام رمان، هدف كلاسيكي من المنسق اللاعب الدائرة مرة أخرى بدون رقابة غانم العلي، عديد الهفوات الدفاعية يعني حتى في المحاصرة وأخطاء بدائية في الفريق الجزائري اتحاد شباب ورقلة الجزائري، يعني لعب دائرة يكون بمفرده على 6 أمتار غير محاصرة أكيد هذا ما يساوي كان هدف في كرة اليد باستثناء المجهود اللي قاعد يقوم به المنسق تقريبا سفيان بنيامين، اللاعبين ما وراوش مستوى كبير الفريق هذا. ترجع الكرة من جديد مرة أخرى يخسر الهجوم الفريق الجزائري 22 مقابل 9، 13 هدف فارق كاملين في هذا الشوط الثاني اللي لعبنا فيه 9 دقائق، والأسبقية دائما للفريق القطري كما قلنا، رصيد بشري ثري ومتنوع لذمة المدرب الجزائري لفريق العربي القطري عمر عازب، ترجع الكرة هاني كيخي إلى المنسق معتصم محمد، حاول يوصل الكرة إلى اللاعب حسام رمان يختار التريث، دفاع 0-6 و5-1 متقدم على المنسق معتصم محمد، هذا حسام رمان يلعب مع معتصم محمد يحاول باش يسدد على ثبات يمر لكن يربح 9 أمتار يبدو لي باش تكون الأخيرة باعتبار ثنائي التحكيم الكويتي، يرفع يده للتنبيه باللعب السلبي باش تكون تمريرة وتسديدة المرة الثانية معتصم محمد، يقول الحكم استبعاد بدقيقتين للاعب اتحاد شباب ورقلة الجزائري بعد الحوار الثنائي مع حسام رمان اللي حب يسدد من 9 أمتار، إبراهيم الخنقاوي استبعاد بدقيقتين يعني ما يزيش الفارق مرتفع، زيد نقص عددي
في صفوف الفريق الجزائري، اكيد باش يستغلوا الفريق القطري بعد التنبيه باللعب السلبي. نعرفوا القوانين، يعني في صورة الاستبعاد بدقيقتين فإنه يسقط اللعب السلبي من طرف ثنائي التحكيم. كرة في اتجاه الجناح رقم 19 إسماعيل محمد، ما يخش الكرة يخسرها الفريق القطري رغم النقص العددي، ويرجع الهجوم لفريق اتحاد شباب ورجل الجزائري. نذكر انه في اللحظات هذه في قاعه الشيحيه المباراه الثانيه لحساب نفس المجموعه، الكويت الكويتي مع سبورتينغ المكنين. الفريق الكويتي هذا ورى امكانيات كبيره تقريبا والحق اول هزيمه، وهي الهزيمه الوحيده لفريق الترجي الرياضي التونسي لحساب الجوله الثالثه بنتيجه 26 مقابل 22. يعني الترجي متصدر مؤقتا المجموعه في انتظار انه هذا يجي الهدف بمجهود فردي كالعاده من اللاعب رقم 13 في العمليه الاخيره، اللاعب عقبه انسعد. نعرفوه لاعب جناح لكن يعمل عملية تقاطع، يصبح كساعد، يعمل الفانت ويكمل العملية في شباك الحارس علي قربة. 12 نقطة فارق 22 مقابل 10 في توقيت 11 دقيقة. هذا لاعب الجناح يفتح الزاوية واللوب، رفع الكرة بالحارس رقم 19 إسماعيل محمد أو أمامنا بكل ذكاء، يعني شاف الحارس متقدم يفتح الزاوية ويرفع الكرة بالحارس أحمد حملات يضيف الهدف رقم 23 مقابل 10 مع 13 هدف كامل، يأكد السيطرة على مستوى الأداء وعلى مستوى التعامل مع مجريات المباراة للمدرب عمر عازب الجزائري مدرب فريق العربي القطري. ننتظر ربما اقحام بعض العناصر او ربما يخير الاحتفاظ بهم. المباراة الدور الربع النهائي خاصة المنسق صبحي سعيد اللي ما شاركش لحد الان في المباراة. ترجع الكرة من جديد للاعب الدائرة مرة اخرى الحارس علي قربة، يتصدى الكرة اللاعب عقبة انسعد، من جديد حسام رمان للاعب الدائرة يسقط غانم العلي. ثنائي التحكيم يكتفي بالتسع امتار، يكتمل صفوف الفريق الجزائري في اللحظات هذه بعوده اللاعب اسلام خليل. تعود الكره من جديد في التنسيق كالعاده رقم 17 محمد معتصم. معتصم محمد منسق عمليه الهجوميه للفريق القطري. حسام رمان كساعد على الجهه اليسرى، هاني كيخي كساعد على الجهه اليمنى، واللاعب غانم العلي هو لاعب الدير يحاول باش يوصل الكره. لعب معتصم محمد إلى هاني كيخي، فنية كبيرة، شوف المراوغة بكل سهولة وممتاز الهدف الأخير بمجهود فردي. فسخ المدافع بعد ما عمل باساج دبرا يعني في العملية الأخيرة، هاي الإعادة يكمل على الستة أمتار، يحط الكرة في الزاوية الثانية المعاكسة ويتمكن من إضافة الهدف رقم 24 مع 14 هدف للعربي القطري على حساب اتحاد شباب ورجل الجزائري. كرة تصطدم بالعارضة، كرة اللاعب رقم 3 ثنائي التحكيم يقول لمست في الدفاع ثم اصطدمت في العارضة، ذاك علاش يرجع الامتلاك الهجومي لفريق اتحاد شباب ورجل الجزائري. في التنسيق خير الدين رماش يكمل العملية إلى لاعب الديرة، يقطعها حسام رمان يكمل الهجمة، يقول الحكم خطأ، يرجع للخطا في مره ثانيه. ثنائي التحكيم امامنا حسام رمان اللي كمل العمليه الاخيره، حب يسرع في الهجمه لكن ثنائي التحكيم رجع للخطا، وبالتالي وضعيه هجوميه من جديد لفريق العربي القطري. كما قلنا يحاول يخرج بنقاط المباراه باخف الاضرار على المستوى البدني، يبعد على الارهاق والاصابات. اكيد كل فريق يفكر في الدور الربع النهائي وبقيه مشوار البطوله، باعتبار انه بنسبه كبيره حسم نتيجه المباراه. الفريق هذا ربما يحاول باش ياخذ الفارق باعتبار انه ربما يكونوا حاسمين الاهداف المقبوله والمدفوعه في صوره التساوي في المراكز وفي النقاط. دخول بقوه في العمليه الاخيره على المنسق. معتصم محمد يرجع كره من جديد لفريق اتحاد شباب ورجل الجزائري. سفيان بنيامين الى الساعد، شيقول الحكم رميه 7 امتار دخول في المنطقه بعد العمليه الاخيره والمحاوله من عبد الغني عنابي.
يتحصل على رمية 7 أمتار. هاي الإعادة أمامنا، دخول في المنطقة من لاعب العربي القطري، تنفيذ رمية 7 أمتار، كرة تنجح باعتبار ويتم احتساب الهدف باعتبار أنه الكرة تجاوزت الخط النهائي من اللاعب عبد الغني عنبي، وينجح في تنفيذ رمية 7 أمتار. هاي الإعادة على كل حال يتم احتساب الهدف 24 مقابل 11، مع 13 هدف أسبقية وفارق لفريق العربي القطري في هذا الشوط الثاني، تقريبا انتصاف الشوط الثاني، 15 دقيقة 25 ثانية بالضبط. الإطار هو آخر مباراة لحساب المجموعة الثانية من الدور الأول لبطولة فهد بن فيصل العربية للأندية أبطال الدوري للرجال. ممتاز الهدف، ممتاز العمل الهجومي، وإيصال الكرة للاعب رقم 20 غانم العلي، يتمكن من إمضاء الهدف رقم 25. شوف هاني كاخي خبرة كبيرة، يعني يحرر زميله على مستوى 6 أمتار لعب الدائرة ثم يوصل له الكرة ويكمل هو العملية. أكيد عملية كلاسيكية تصير بين المنسق ولعب الدائرة، خاصة تكون في التمارين، يعني لاعب يقوم بالتغطية على مستوى 8-7 أمتار قبل المنطقة ثم هو لعب الدائرة بنفسه ليكمل العملية. تناسق كبير بين هاني كيخي الساعد الأيمن واللعب الدائرة اللي أنهى العملية غانم العلي. ممتاز التمرير والتسديد على ثبات، لكن أبرز من هذا الحارس علي قربة، تقريبا ممكن يتم اختياره رجل المباراة في وجهتي الشخصية. يعني قاعد نشاهد في الحارس علي قربة نسبة نجاح عالية على مستوى التصديات، الحارس هذا يعني يقدم في إضافة كبيرة على مستوى حراسة المرمى، وكان حاسم في أكثر من مرة في الشوط الأول ويواصل بنفس المستوى في الشوط الثاني. كرة من جديد نفس العملية لعب الدائرة، لكن المرة هذه ثم دخول في المنطقة، اللاعب رقم 20 غانم العلي يدخل في منطقة 6 أمتار، يرجع الهجوم بسرعة لفريق اتحاد شباب ورجل الجزائري كالعادة. الكرة عن طريق المنسق سفيان بن يمينة، إخراج وتغيير يعني في الهجوم، دخول رقم 12 اللاعب خير الدين رماش يصبح هو كساعد على الجهة اليسرى كالعادة. سفيان بن يمينة المنسق و أحمد زيداني هو ساعد على الجهة اليسرى. ممتاز المرور، رمية 7 أمتار رغم تسجيل الهدف، يعني الفانت كانت سريعة. يلعب على ساقية اللاعب رقم 12 اللي نزل منذ قليل خير الدين رماش، يكمل العملية رغم تسجيل الهدف ثري التحكيم الكويتي، يرجع إلى رمية 7 أمتار رقم 13 في التنفيذ عقبة إنسعد، أو رقم 3 عفوا اللاعب عبد الغني عنابي أخصائي، تنفيذ رمية 7 أمتار أمام الحارس علي قربة عنابي. كرة خارج المرمى، كرة خارج المرمى، اختار القوة في التسديد، حب يحط كرة في زاوية يعني بعيدة على الحارس، لكن كورته كانت غير مؤطرة تخرج خارج المرمى ويفوت على فريقه فرصة تذليل الفارق، رغم أنه الفارق مرتفع كما قلنا. ربما الفريق الجزائري نزل المباراة لتشريف وحفظ ماء الوجه باعتبار أنه ما حقق حتى انتصار في الدور الأول، 3 هزائم على التوالي. اليوم اصطدم بفريق منظم وعنده رصيد بشري وخبرة كبيرة لفريق العربي القطري، وخاصة يعني بداية المباراة لونتام نتاع الماتش كان لفريق العربي 12 مقابل 2، يعني وصل الفارق في 9 دقائق الأولى. هذا هاني كيخي خبرة كبيرة للاعب هذا السوري، اللاعب اليساري يعني يكمل العملية بمفرده. شوف رغم الدفاع والوجود المحاصرة لكن بكل قوة يندفع ويسجل الهدف، 71% نسبة النجاح للاعب السوري في صفوف الفريق القطري. أكيد يعني جزئيات بسيطة تحسم الفارق، خاصة على مستوى الفردي يكون عندك ملاعبية عندهم خبرة كبيرة وعندهم فنيات ياخذوا المسؤولية على عاتقهم وقت الفريق يعني ما يلقاش الآليات اللعب نتاعو. شفنا هذا خاصة مع فريق نادي ساقيت الزيت، وإضافة نتاع السواعد نتاعو وكذلك المنسقة من بن غانم وزبير الساس والترجي الرياضي التونسي كذلك، يعني عديد الفرق اللي تضم في صفوفها عديد اللاعبين اللي عندهم الخبرة ياخذوا المسؤولية في الأوقات الصعبة، خاصة
خاصة كيكون النتيجة قريبة. على كل حال أكيد كل فريق يحاول باش يستعمل كل آلياته من مختلف المراكز، السواعد، منسقي اللعب، كذلك الأجنحة أحيانا، لاعبي الدائرة، هذا الكل في مصلحة اللعب الهجومي، كذلك الدفاع وقت اللي يخدم مليح أكيد الفريق، ومع حارس مرمى يكون ممتاز يعني أكيد باش يخلي الفريق يكون متماسك دفاعيا وما يقبلش نسبة أهداف كثيرة طوال المباراة. نرجع بتسعة أمتار لفريق الاتحاد شباب ورجل الجزائري، رقم 2 محمد الفوراتي لاعب مكرم المهدية ويدخل في اللحظات هذه مع هدف للاعب رقم 8 كالعادة سفيان بنيامين المنسق هو لأنهى العملية. هاي الإعادة أمامنا، التسديد على ثبات من 9 أمتار، كرة غلت الحارس علي قربة، 26 مقابل 12 مع 14 للفريق القطري، في طريق مفتوح العربي القطري من أجل حسم ورقة المباراة وتحقيق الانتصار. فريق العربي كما قلنا في هذا الدور الأول كان افتتح واستهل مشواره بهزيمة أمام الترجي، هذا الفاست بريك العكس الهجمة لفريق اتحاد شباب ورجل الجزيري، لكن اللاعب رقم 3 يختار الطريث عبد الغني عنابي، والفريق القطري يرجع للدفاع في وضعية دفاعية، خروج اللاعب رقم 19 إبراهيم خنقاوي ودخول كالعادة اللاعب الساعد في تشكيلة الاتحاد شباب ورجل الجزيري رقم 12 خير الدين رماش، كالعادة سفيان بن يمينة في التنسيق يحاول باش يوصل كرة للاعب محمد الفوراتي لاعب مكرم المهدية، هذا رماش يكمل العملية 9 أمتار أو 7 أمتار عفوا، ربما ننتظر استبعاد بدقيقتين أو لا، بالفعل استبعاد بدقيقتين باعتبار انه المسك كان واضح على مستوى اليد. هاي الاعاده امامنا، المراوغه ثم المرور، والمسك كان واضح من لاعب الدائره لفريق العربي القطري غانم العلي هو اللي غادر، استبعاد بدقيقتين باش يبقى منقوص عدديا من اللاعب رمش، ينجح خير الدين رمش في تنفيذ رميه 7 امتار واغاله الحارس علي قربه، 26 مقابل 13 يعني الفارق ضعف في اللحظات هذه، 26 هدف مقابل 13 يعني نصف عدد الأهداف لفريق الجزائري أمام الفريق القطري اللي يحاول رغم النقص العددي، يشوف دفاع متقدم يعني تقريبا 5-1 على 9 أمتار، شو يلعب الفريق القطري تقريبا بعيد نسبيا على منطقة 9 أمتار، عملية التقاطع توصل كرة رومان يضرب من 9 أمتار، كرة يتصدى لها الحارس رقم 22 اللي دخل في اللحظات هذه، الحارس الثاني سنوسي عبد القادر بسرعة عكس الهجمة، توصل كرة للاعب محمد الفوراتي خير التريث والهجمة المركزة كالعادة في التنسيق، تنسيق العملية الهجومية سفيان بنيامينة وعودة اللاعب رقم 12 خير الدين رماش، سفيان بنيامينة الرماش يوصل كرة لاعب الديرة كمل العملية، ممتاز المتابعة من لاعب الديرة رقم 5 اللاعب محمد فارس بشراير حامل قميص رقم 5 أو أمامنا على الصورة صاحب الهدف الأخير لفريق اتحاد شباب ورجل الجزائري، 26 مقابل 14 نقص عددي كالعادة، دفاع متقدم على 9 أمتار، 5-1 على المنسق محمد معتصم، عملية التقاطع توصل الكرة رقم 4 محمد وليد بو عراف لنزل في تشكيلة العربي القطري كالعادة، معتصم محمد إلى حسام رمان إلى لعب الدائرة مقطوع الكرة الأخير، ناجح الفريق الجزائري في الدفاع المتقدم باعتبار النقص العددي الحاصل في تشكيلة الفريق القطري، وهذا الهدف يجي عن طريق محمد الفوراتي اللاعب التونسي يتمكن من إمضاء الهدف رقم 15، يرجع إلى 11 الفريق الجزائري في اللحظة هذه 26 مقابل 15، هاي الإعادة أمامنا، الفوراتي هو اللي كمل العملية بمجهود فردي وغالة الحارس علي قربة، محمد الفوراتي لاعب مكرم المهدية التونسي اللي يلعب مع اتحاد شباب ورجل الجزائري، ترجع الكرة من جديد لفريق
عربي القطري نفس الطريقة، ولو أنه اكتمل نصابه في اللحظة هذه فريق القطري بعودة لعب الديرة بعد الاستبعاد بدقيقتين. هنا رمية سبعة أمتار واستبعاد بدقيقتين، ننتظر قرار الحكم. بالفعل استبعاد بدقيقتين للاعب محمد الفوراتي صاحب الهدف الأخير. محمد الفوراتي رقم أربعة في تنفيذ رمية سبعة أمتار. محمد وليد بومعراف ينجح في رمية السبعة أمتار. 27-15 مع 12 هدف فارق للعربي القطري على حساب اتحاد شباب ورقل الجزائري. هذه النتيجة الحينية لمباراة سبورتينغ المكنين والكويت الكويتي، أسبقية للكويت الكويتي أو أسبقية لسبورتينغ المكنين 19-15 مع 4:17 دقيقة في الشوط الثاني. تحية لزميلنا مهدي قاسم اللي مدنا بالنتيجة الحينية. نعرف مباراة قاعدة تدور في قاعة الشيحية لحساب نفس المجموعة. على كل حال ونذكر بالترتيب الحيني بالنسبة للمجموعة الثانية، المتصدر هو الترجي الرياضي التونسي برصيد 6 نقاط، المرتبة الثانية الكويت الكويتي 4 نقاط، سبورتينغ المكنين والعربي القطري ب3 نقاط في المرتبة الثالثة والمرتبة السادسة والخامسة عفوا والأخيرة. نلقاو فيها فريق اتحاد ورقل الجزائري ب0 نقاط. نرجع مع آخر 5 دقائق في زمن المباراة، أسبقية وتقريبا حسم نتيجة المباراة والانتصار لفريق العربي القطري في طريقه لتحقيق الانتصار. فريق العربي القطري في هذه المباراة وهو الانتصار الثاني. هذا اللاعب رقم 4 يفتح الزاوية، رمية 7 أمتار. محمد وليد بومعراف اللي نزل منذ قليل قام بإقحام المدرب الجزائري لفريق العربي عمر عازب. لعب هذا إقصاء بالورقة الحمراء الماهر بن عبد الله، لعب جندوبة رياضية يعني يتم إقصاؤه بالورقة الحمراء، يبدو لي تدخل فيه نوعا ما من الخشونة. هذا اجتهاد ثنائي التحكيم الكويتي عبد الرحمن الملا وأحمد المطاوع، يوجه ورقة حمراء مباشرة للاعب ماهر بن عبد الله. والنجاح في رمية السبعة أمتار من اللاعب رقم 20 غانم علي، لعب الديرة، إمكانيات بدنية هائلة يعني طول قامة لهذا اللاعب وإمكانيات فنية على مستوى الستة أمتار خليه يقدم مباراة كبيرة. نسبة نجاح 100% يعني على منطقة الستة أمتار دون احتساب رمية السبعة أمتار الأخيرة اللي نجح فيها اللاعب رقم 20 غانم علي. يعود الهجوم لفريق اتحاد شباب ورقل الجزائري منقوص عدديا من لاعب بعد اقصاء واستبعاد ماهر بن عبد الله بالورقه الحمراء. اكيد باش يبقى دقيقتين منقوص من اللاعب. ممتاز المحاوله الاخيره على ثبات بكل قوه رقم 12 اللاعب خير الدين رماش، يعني ساعد ممتاز يجرب حظه من 9 امتار وينجح في مغالطه الحارس علي قربه. الى حد الان مباراه القاعه الشيحيه متقدم فيها فريق سبورتينغ المكنين على الكويت الكويتي 19-15. هذا ربما نتيجة حينية تعطينا انه فريق سبورتينغ المكنين هو صاحب المرتبة الثانية باعتبار في رصيده 3 نقاط، يعني نضيفوا له 2 نقاط يصبح هو في رصيده 5 نقاط، وبالتالي فريق الكويت يصبح في المرتبة الثالثة. على كل حال الكويت الكويتي في رصيده. ترجع الكرة من جديد لفريق الاتحاد شباب ورقل الجزائري، كرة من جديد للاعب رقم 2 محمد الفوراتي. كمل عملية صد الحارس علي قربة في مرة أولى، لكن يبقى الامتلاك الهجومي لفريق اتحاد شباب ورقل الجزائري. حاول باش يخترق منطقة 9 امتار لكن متماسك الدفاع القطري في اللحظات الأخيرة كالعادة. سفيان بنيامين يجرب حظه ممتاز، حاب يوصل كرة لاعب الديرة ما فهموش. حامل قميص رقم 5 محمد فارس بشراير يعود الهجوم من جديد لفريق العربي القطري. تقريبا اخر 2 دقائق من زمن المباراة 29-16
مع 13 هدف كامل لفريق العربي القطري. حسام رمان عملية تقاطع مع معتصم محمد ممتاز، يحرر لعب الجناح والحارس أحمد حملات يتصدى بكل امتياز، حب يحط الكرة فوق رأس الحارس أحمد حملات يعني باليد، يتصدى للكرة الأخيرة. تعود الكرة من جديد آخر الهجومات لفريق الاتحاد شباب ورقلة الجزائري، ينجح رقم 2 محمد الفوراتي رغم انه كان يعني في وضعية غير مناسبة، نعرفوه لعب يساري، يمشي على الجهة اليمين ويكمل العملية. هاي الإعادة، يحط الكرة على يمين الحارس علي قربة وينجح في تسجيل الهدف رقم 17، يرجع الفارق 12 هدف في آخر ردهات المباراة. العربي القطري في طريقه لتحقيق الانتصار الثاني في الدور الأول بعد انتصار أول على حساب الكويت الكويتي، فارق هدف 23 مقابل 22. معتصم محمد يقول الحكم دخول بقوة آخر لحظات المباراة، آخر 30 دقيقة من زمن المباراة. كما قلنا اتحاد شباب ورقلة الجزائري كان يمني نفس الظهور بأداء أفضل باعتبار أنه آخر مباراة لي في الدورة وغادر المسابقة من الدورة الأول. هذه تسديدة تصطدم في القائم والمتابعة مرة أخرى، علي قربة يتصدى الهجمة المعاكسة، حسام رمان يسرع الهجمة في اتجاه اللاعب غانم علي، يكمل عملية حسام رمان على 6 أمتار. آخر ثواني المباراة، نهاية المباراة بانتصار العربي القطري على حساب اتحاد شباب ورقلة الجزائري 29 مقابل 17. أكيد في انتظار التعرف على النتيجة النهائية لمباراة سبورتينغ المكنين والكويت الكويتي، في انتظار الإعلان كذلك على أفضل لاعب في المباراة ورجل المقابلة. على كل حال شاهدنا مع بعضنا تألق كبير لحارس العربي القطري علي قربة اللي كان حاسم في التصديات أمانة عديد العناصر، يعني عنده خبرة كبيرة في صفوف الفريق العربي القطري، في انتظار الإعلان على صاحب جائزة أفضل لاعب في المباراة. على كل حال نتيجة نهائية 29 مقابل 17 في انتظار الإعلان على جائزة أفضل يقدمها الأخ العزيز لعب السيد الناصر السقا المدير التنفيذي للاتحاد العربي لكرة اليد. ناصر السقا المدير التنفيذي للاتحاد العربي لكرة اليد هو اللي باش يسلم الجائزة لأفضل لاعب. هاني كاخي السوري، اللاعب السوري هو اللي سلم جائزة أفضل لاعب، اللاعب السوري لفريق العربي القطري هاني كاخي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة. على كل حال نذكر بالنتيجة النهائية، انتصار العربي القطري، سبورتينغ المكنين متقدم في اللحظات هذه قبل 7 دقائق من نهاية المباراة، 5 أهداف فارق لسبورتينغ المكنين. على كل حال معناه مازال نفس الترتيب، الترجي صاحب الصدارة، مرتبة ثانية الكويت الكويتي، والمرتبة الثالثة العربي القطري في المرتبة الثانية، والكويت الكويتي في المرتبة الرابعة، سبورتينغ المكنين هو في المرتبة الثالثة، يعني يصبح في المرتبة الثالثة. على كل حال يسعى لتفادي مواجهة نادي ساقيت الزيت في الدور الربع النهائي باعتبار أنه صاحب المرتبة الرابعة في المجموعة الثانية، يواجه فريق نادي ساقيت الزيت والترجي الرياضي التونسي باش يلعب مع الخليج السعودي صاحب المرتبة الرابعة. على كل حال نهاية المباراة، نعود نذكر بالنتيجة النهائية 29
مقابل 17 نتيجة نهائية انتصار العربي القطري على حساب اتحاد شباب ورجل الجزائري. هكا نكونوا كملنا